كيف بتفضح هيك معلومات بتتعلق بسلاح استراتيجي للدولة والجيش؟ مش ممكن يعتبر خيانة؟ أنا فهمت وقت اللي وافقت إني يكون جزء من الجريمة. أنا حكيت هلأ قبل ما أموت، لأن الموضوع بيتعلق بحياة بشار. سأوا المسلح بتعاملوا بطريقة بربرية كما لو أنهم في إيران تجارب، مشان أهاليهم اللي جزء كبير منهم لهلأ بعده ناطر ابنه أو أبوه أو أخوه يطلع. كان لازم أقول اللي عندي.